نخرج عن موضوعنا الأزلي وهو القانون يا أستاذ أحمد. قانون طبعا. زمان كان في مفتش بيمشي في القطر وفي أمن بيمشي في القطر. نعم. غرامة بسيطة. مش كان زمان بيقطعوا الكراسي بتاعت الأوتوبيسات وياخدوها يعملوها كرة شراب؟ كرة شراب. لو اتمسك واحد لو اتمسك واحد بيتغرم، بيتعمل له محضر، بيدفع ثمن الكرسي. بسيطة المسألة. بالقانون كل شيء بيتعدل في الدنيا. سلوك يا فندم، يعني أنا بعمل النهاردة بالقانون والله بالقانون، وبجدد حاجات وأعمل حاجات كويسة، وتيجي ما تكملش شهرين. التوعية مش هتوصل لكل الناس، إنما القانون اللي يتقرص مرة ما يكررهاش. يتعمل ده في بيته؟ أصل ده في البيت، يعني في بيته حد يعمل كده في بيته؟ ممكن. ممكن؟ طبعا. وبعدين عادة حاجة الحكومة مستباحة. ده التراث اللي عندنا من زمان. بس زي حاجتنا احنا، يعني الواحد يحب يقعد في مكان. انت بقى تحسسني بقى انها حاجتي لما تدفعني ثمنها، لما بوظها وادفع ثمنها. مفيش غير القانون صدقني. الجموع الجماهير لا تقاد لا بتوعيه ولا بالطبطبه ولا ما بيصحش يا جماعه، ولا عارض لهم صوره طب ده كلام. لا، القانون غرامه غرامه. لا، انا بعرض الصوره عشان اقول لهم شوفوا القطر اللي من كام يوم النهارده شكله ايه وبيعملوا ايه. السلوك، ان كل واحد حتى يوعي ولاده، يشوف ولاده عيب. والله الولاد لو لعبوا واتنططوا على الكرسي مش مشكله، المشكله في كميه القذاره اللي معموله دي. هي دي. يعني هو مش صعبان عليه ان المكان جديد، يصعب عليه لو دفع غرام. صدقني. فهنا القانون طبعا. وانت دلوقتي عربيتك ما بتقدرش تركنها صف تاني، دي هتتكلبش. نعم. بس هي دي بسيطة. فرد أمن رايح جاي في القطر الجديد ده. من شوية كنا بنناقش موضوع